العرضان الأبرز لفيروس كورونا هما سعال جاف ومتواصل أو حمى أو الاثنان معاً. إذا كنت تعطس كثيراً أو يسيل أنفك أو تشعر بصداع فقد تكون مريضاً لكنك غالباً لم تصب بفيروس كورونا. إذن كيف يمكنك التعرف على أعراض الفيروس؟ بالنسبة للسعال يجب أن لا يكون مصحوباً ببلغم أو مخاط، أي لا وجود لمادة لزجة في منديلك عند السعال. نحن هنا لا نتحدث عن سعال متفرق، وإنما عن سعال متواصل يختلف عن تصفية الحنجرة أو التدخين مثلاً. ماذا عن حمى فيروس كورونا؟ في الحقيقة من السهل التعرف عليها. يجب أن تتجاوز حرارة الجسم أكثر من 37.8 درجة. إذا كنت لا تملك مقياساً للحرارة، ستشعر بحرارة وسيشعر من يلمس ظهرك وصدرك بحرارة. إن كانت لديك هذه الأعراض، فعليك وعلى من يعيشون معك البقاء في المنزل لمدة أسبوعين. وإن كنت تعيش بمفردك، فاعزل نفسك لأسبوع فقط. لكن إن استمرت الأعراض أو ازدادت سوءاً، فعليك الاتصال بالرعاية الصحية الأقرب.